بمرداس، جامعة مرداس لها فضل وأقولها فيما سبق والآن في بعث حركة اقتصادية، وخاصة بالنسبة إلى جلب الطاقة أو ما يسمى بالبترول. أكيد لما نفتخر بما قدمته هذه الجامعة فنحن نشكر الجهود السابقة لعلماء الجزائر، نقصد الجهود السابقة لأساتذة الجزائر الذين أطروا في مراحل سابقة بالرغم من الظروف الصعاب، ولكن كانت دائما التحديات هو بناء الجزائر وما أدراك ما الجزائر. كان دائما إيمانهم هو إيمان بالوطن والوطنية السابقة، وبالتالي بعث حركة علمية في مستوى تقية الشهداء والمجاهدين، وكان لهم الفضل في التأسيس إلى قاعدة إدارية أو قاعدة صناعية تعتبر ركيزة الجزائر في الاقتصاد الوطني، وخاصة بالنسبة إلى القاعدة البترولية والطاقوية.